حياة الكينج محمد منير مليانة محطات وأسرار كتيرة، منها اللي هو كشف عنها بنفسه، ومنها اللي محدش يعرفها عنه ولسه محتفظ بيها في صندوق أسراره. وحياته الشخصية مليانة حكاوي كتير، خاصة مع الستات في حياته، بداية من حبيبته ولحد مامته كمان اللي ماتت قبل ما تشوفه نجم مشهور. في الفيديو ده هحكي لكم شوية حكايات من حياة الكينج محمد منير يمكن ما كنتوش تعرفوها عنه من قبل كده. البداية كانت مع والدة محمد منير اللي ماتت سنة 1983، يعني قبل ما الكينج يتشهر ولا يوصل لكل اللي يوصل له. وهي ما لحقتش تشوف ابنها ناجح بالشكل ده، لكن كان عندها أمل فيه وإنه مصيره في يوم من الأيام هيحقق حلمه حتى لو هي مش جنبه. يوم ما توفت والدة منير ودفنها، روح بيته بالليل زعلان ومكتئب على فراق مامته، ودخل الحمام ولقى نفسه بيغني. حصل له زي حالة كده خليته مش واعي والحزن مسيطر عليه، وما كانش عارف يعمل حاجة إلا الغنى. وقال منير عن الموضوع ده: دخلت الحمام لقيت نفسي بغني، فجأة افتكرت إن والدتي توفت الصبح، وأنا بالليل بعد الانتهاء من مراسم العزاء أدركت إني بغني. يعني في اللحظات الحزينة ما بيسعفنيش غير إني بغني. منير كان حزين جدا على فراق مامته وإنه ما قدرش يسعدها زي ما كان بيتمنى، وقال إن هي ما لحقتش تشوف ابنها منير النجم المشهور دلوقتي، وكان نفسي تعيش معايا وتدوق من خيري وأسعدها وأعمل لها كل اللي نفسها فيه. أما بقى حكايات محمد منير مع الستات، فكلنا عارفين إنه تقريبا عنده فوبيا من الجواز ومش بيعمر مع واحدة، لكنه دخل في علاقات كتيرة منها المعروف ومنها الغير معروف. وفي سنة 2014 اتجوز منير واحدة نوبية واسمها داليا يوسف، وتعرف عليها بالصدفة عن طريق أصدقاء مشتركين ما بينهم، وأعجب بيها جدا، وكانت عايشة في باريس، وعيشوا قصة حب بسرعة، وخلال كام أسبوع وفجأة قرر يتجوزها. وفعلا اتجوزوا وعملوا فرح صغير جدا، حضروا عيلة العرسان بس من غير أي أصحاب ولا حتى نجوم. ولكن الجوازة دي استمرت 50 يوم، وأعلن منير انفصاله عن زوجته داليا ومرضيش يقول أي أسباب، وقال: دي أمور شخصية أحب أحتفظ بيها لنفسي. وبعد انفصاله عن مراته النوبية حصلت بقى قصة مشهورة جدا وكلنا تقريبا عارفينها، خبر ارتباط محمد منير بالفنانة نجلاء بدر، واللي هي حكتها بنفسها وقالت إنه عشمها وخلع. يا ترى عمل ايه الكينج؟ منير كان معجب بنجلاء وطلب منها الارتباط الرسمي، وغنى لها اغنية لما النسيم، وحضرتها نجلاء وهو بيسجلها في الاستوديو، وكانت اول واحدة تسمعها. ولما عرض عليها الجواز طبعا هي ما رفضتش العرض، وفعلا كانت بتستعد لحياة جديدة مع الكينج محمد منير. وراح منير بيت نجلاء بدر وقابل والدتها، لان باباها كان برا مصر في الوقت ده، وتقدم لها واتفقوا على كل حاجة، وكانت مبسوطة جدا بارتباطها بمحمد منير. وزي أي عروسة بدأت نجلاء بدر تحضر لفرحها، وراحت جابت فستان الفرح اللي بتحلم بيه كل بنت. لكن الصدمة إن محمد منير اختفى تماما قبل كتب الكتاب وهرب منها، وما بقاش يرد على مكالماتها خالص، ومش عارفة توصل له، ولا حتى قال لها إنه مش عايز يكمل الجوازة، لكن سابها بطريقة صعبة ما تعجبش أي ست، وأكيد مش هتنساها طول عمرها. وعدت الأيام ومفيش أي خبر عن منير، لحد ما نجلاء بدر استسلمت وفهمت إنه معندوش حاجة يقولها، وما رديتش تحرجه أكتر من كده، وقررت تبدأ حياتها من جديد، لكنها ما خبتش القصة دي عن الجمهور، وحكتها من غير ما تخاف في كذا لقاء إعلامي ليها. لكن بعد ما عدت سنين على القصة دي، نجلاء بدر اكتشفت إن الجوازة دي ما كانش ينفع تتم فعلاً، وده بعد ما قعدت تفكر بعقلها وتشوف الموضوع من زاوية تانية، وقالت إن فرق السن بيننا كان كبير جدا، وكمان منير كان معترض على شغلها في التمثيل لما عرض عليها الجواز، يعني ده غير بقى اختلاف تفكيرهم وكمان اختلاف النشأة والبيئة اللي كل واحد كبر فيها. لكن منير ما تكلمش خالص من وقتها ولحد دلوقتي عن القصة دي، وما ردش على كل اللي نجلاء بدر حكته، ودي طبيعته، هو ما بيعلقش على أي حاجة، هو يدوبك بيغني وبس.